مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شفتي في البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. هذا خبر صار بالنسبة للمغاربة كاملين، بالنسبة اللي باقي ما خداش كابل العيد الحب، ها هو كابل العيد الحب مطيشة نزلات 10 دراهم للكيلو، بعد ما كانت 13 درهم نزلات 10 دراهم للكيلو. شوفوا تبارك الله، عيد الحب جاب الزهر ديالو، جاب المحبة ديالو كيما كتبت هي. كتلبس اللباس الاحمر، جات مع عيد الحب نيشان. خبر صار للمغاربه كاملين كنشوفوا مطيشة 10 درهم، بعد ما كانت 13 درهم وصلت 12 درهم وصلت 14 درهم. هذا خبر صار للمغاربه كاملين كما كتشوفوا مطيشة دايره 10 درهم، عفوا 10 درهم مطيشة. اللي ما بغاش ياخذ، اللي ما بغاش يدير صلاده، اللي ما بغاش ياخذ مطيشة. تبارك الله الجوده ديالها كبيره، شوفوا تبارك الله، تبارك الله الجوده كبيره. شوفوا هادشي على حسب ما قال لي الخضار، قال لي حشومه تاع المطيشة ب 10 دراهم، ولكن لظروف المستهلك نزلوها ل 10 دراهم يعني، وما شارينا بكثر ولكن غيبيعوها ب 10 دراهم واخا انهم خاسرين فيها، راه ماشي مشكل. يوسف يا خويا من لا مولاش 3 دراهم ولا 2 دراهم بلاش. واه دابا نتوما خويا يوسف راه داروا معاكم يعني واحد الحل اللي يعني اللي ما يمكنش، نتوما باغينا تولي درهم يمكن، وما مساكنش غير بحمل غتولي 3 دراهم 2 دراهم. الله يعطيك ياخذ نص كيلو. اول شيء باغي المطيشة بجوج دراهم، كي درت ولا المطيشة بجوج دراهم؟ ايوا مسكين هو اللي غيبيعها بجوج دراهم، شنو غيربح فيه؟ غيخسر فيه قولو، ماشي غيربح فيه. المطيشة بجوج دراهم راه والو. دابا شوفوا لي كومونتير، قالوا لي خاصو يدير لها بجوج دراهم، بجوج دراهم على بجوج دراهم باش يربح فيها. هاد بالله من غادي يدير له دراهم، غادي يزيد بالله. وراه هادشي اللي دعموه، راه دعمنا ونديروا له دراهم. دعمنا مو بالدراهم نديروا له ونديروا حنا الدراهم، دعمنا. صح. يمكنش يديروا له بجوج دراهم ولا درهم، واحد قال لك درهم. درهم شحال تربح فيها؟ تربح فيها 4 دراهم. كيلو لحوم ولا جهد.
أقول الحمد لله كان 16 درهم ولا 10 درهم مش الاول 14 درهم 15 درهم راه مازال غتبقى ديالك بقى واحد السيمانه ان شاء الله ديال هذا الغلاء هذا ان شاء الله وغادي يرجع المياه المجاري ديالها وكلشي غيتقاد ان شاء الله باذن الله. طبعا شحال دايره اليوم؟ تبارك الله. تبارك الله تبارك الله. حتى انا ضربها لك تحت. الله يضحك. تبارك الله تبارك الله شحال دايره. بصح شحال صحات اليوم؟ 240 بصح غادي دايره الثانيه شوي. البانة 600 ريال. البانة 300 ريال. شوف لها 260. ولكن ها هي المفاجأة يضع الصدر ديال بعنا ديال الله غلى على مسكين انا عمر قتلي جرى لها شعرية بجيس لا غالي صحة ما تنفع الصدر هم بطاطا 160 من يد درهم وكنت تبارك الله الجوده ديالها زوينه زوينه بزاف مقارنه ببعض البطاطا اللي كنشوفوها ما كتستاهلش هاد الثمن ولكن هذيك كتستاهل الثمن شوف تبارك الله البطاطا يعني غير المهتمين بالمطبخ هما اللي غيفهموها تبارك الله تبارك الله الجودة ديالها زوينة بزاف طبخ الدار ما رابحش فيها بزاف راه واحد الربح اللي قليل باش يدي وليداتو باش يتعشاو باش يشري الضيع ديالو باش يعاود عاوتاني يشري السلعة ديالو راه الإنسان راه كيتعاونو مع بعضياتو هذا كيتسمى البطاطا الصغيرة هي هادي وهادي هي عارف في الدكان الله يجزيك خير سي الله يحفظك الله يحفظك راهي عروس الدكالة عروس الدكالة مريحة الفوق دفع كبير تبارك الله الله يسعدنا بخيرات ولاد المطار ما كاينش 10 درهم راه باقي الخير في البلاد ديالي يعني. كانت 13 درهم لا 6 درهم يتحيد البطاطا اللي كانت هي 10 درهم ولا 8 درهم ان الانسان راه ما خاصوش يقول لا على هذا الثمن هذا راه خاصو يعرف في الدار انه راه عنده جو بزاف حوايج تابعين شو تبارك الله غير الجوده غير الجوده ديال البطاطا كي داير تبارك الله شوف شوف بطاطا في واحد الثمن ديالها زوين سبحان الله العظيم جلبانة 300 ريال كاين شي شتا تما كاين والو الشميشة الله يخليها لينا مطيشة 10 درهم شحال داير البنان البنان داير يمكن شحال صابح البنان اخي 160 160 160
160 160 ليمون صالح 140 ها هو اسمه 140 ماشي بالدرجه دي شفت ادي شي غير تعرف الدكان شحال داير؟ تعرف شحال داير؟ افراح 160 السلام عليكم باقي الخضر البصلة 10 دراهم ما يتباقي عندنا شوف الفول 400 يمكن 10 دراهم كل شيء باغي ما عطيتش تولي بلاصه الدراهم اه كل شيء باغي ما عطيتش تولي راك تولي الهضره هادشي الهضره الناس اللي الدراهم مابقاش يسوقوا ولا بقاو يسوقوا الهضره انا بحث كل شيء كيهضر على الغلام ورجل ما عطيتش الدراهم كان بقاو يسوقوا ما هذا حنا بكو انا معروفين دابا ولكن هاي هاي كاع كانت وصلت 16 درهم ممكن يشريوها ما كانش الدراهم كما كتسمعوا مشاهدينا ومتابعين شوف تي في المواد الغذائيه هما اللي خاصهم يتقادوا وتقادوا الاثمنه ديالهم باش يحاولوا يجيو الناس اللي مهتمين بهذا الامر هذا يجيو ويشوفوا الاثمنه ديال الاسواق شحال دايره والاثمنه ديال المحلات التجاريه شحال دايره يا المشاهدين ومتابعين شوف تي في وصلنا لنهايه هذا البث نتلاقى معكم في بث مباشر اخر في امان الله الى اللقاء